بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر المتابعين القدام والجداد والناس اللي التحقوا بهذا القناة إن شاء الله بحول الله وقوته. اليوم معنا واحد الوصفة لطرد التابعة في النقود في المال، تابعة اللي في المال تتكون عندك دائما، ما عندكش الوفرة في المال، دائما عندك التابعة في المال. إلا ديتي الفلوس للسوق ما ترديش منهم حتى حاجة وما تشري والو، ودائما عندك مشاكل ديال الفلوس سيطروا من الحقيبة، دائما الفلوس ما تتعرفيهمش فين تيمشيو. إذا عندنا جوج عشوب من أقوى العشوبات، من أقوى الأعشاب اللي كاينين، تيجلبوا الحظ وتيطردوا النحس وتيطردوا التابعة. إذا جوج عشوب مطحونين، هادو مطحونين، هانتوما مطحونين، غادي تقول لي أشنو هاد العشوب؟ هاد العشوب من أقوى العشوب لتسخير الأمور، أي حاجة بغيتيها للتسخير، وفي نفس الوقت عندك تابعة معك سالك أمورك، زواج، عمل، أي حاجة، حتى الناس اللي عندهم توقيف الحال في العمل، يتبخروا بهاد جوج عشوب من أخطر الأعشاب لجلب الحظ. إلا بغيتي هاد الوصفة حاولي أنك تبعي الفيديو باش تسمعي الفيديو وديري به إن شاء الله. اليوم غادي نحط هاد الفيديو على الناس اللي عندهم تعطيل الأحوال، دائما أي حاجة حط فيها يدو ما تنجحش معاه. الوصفة ديالي ديال اليوم هاد العشوب غادي تشروهم من عند العطار، ولكن شروهم على نية ما تريد، جلب الرزق، طرد النحس، طرد التابعة. إذا كان عندك توقيف الحال في المال أو توقيف الحال في العمل، جالس بدون عمل، دير هاد الوصفة. إذا هاد الوصفة عندنا بخور الداد مطحون، الداد مطحون، هانتوما الداد مطحون مع سرغينة، سرغينة هادي ملونة، نتوما خدو سرغينة العادية، بغيتو تاخدوها ملونة خدوها، ولكن جوج عشوب الداد ديال هداد تجيب الرزق من كل بلاد، داد ديال هداد تجيب ليا السعد من كل بلاد، داد ديال هداد ترد عن داد ديال هداد تجيب ليا الرزق من كل بلاد، ولكن عندكم سرغينة هي طاردة للتابعة، للناس اللي عندهم توقيف الحال في أي حاجة حط فيها يدو ما تتنجحش معاه، دائما عنده التعسير، دائما عنده توقف الحال، دائما محبط لأنه حتى حاجة ما تتنجح معاه. إذا نخرجوا عند عطار، غادي ناخد 5 دراهم ديال الداد، حتى إلا ما كانش مطحون غادي تاخديه وتجيبيه للبنزين وتدقيه بالمهراز، ولكن حاولي أنك ما تقربيش الداد لفمك لأنه مسموم. تحاولوا تبعدوا الداد على الأطفال، بحال هاد البخور تحاولوا تبعدوه على الأطفال لأن الداد هو أصله مسموم، ولكن هو طارد للتابعة وطرد النحس، وفي نفس الوقت هو يجلب الخيرات، يجلب سبحان الله يكون عندك الخير ما تعرفي منين يجيك، لأنه الداد ديال هداد تجيب الرزق من كل بلاد. عندنا طاردة للتابعة هي سرغينة، سرغينة من أخطر العشوب لطرد السحر، طرد التابعة، طرد التابعة، طرد النحس، طرد الموانع. إذا صليوا كاملين على سيد الخلق وخليوا لنا في التعليقات باش ينجحوا معنا الوصفات، وفي نفس الوقت يكون عندنا طاقة إيجابية. إذا بغيتي تحصلي على هذه الوصفة حاولي أنك تخرجي عند العطار، لقيتي الأمور، لقيتي هاد العشوب مطحونين خديهم، لقيتي بأنهم خام جيبيهم للدار ودقيهم بالمهراز ولو غير شيء قليل، وحاولي تبخري تخلطيهم، غادي ترشيهم بقليل من الريحة، ترشيهم بالريحة بحال هكا، تحاولي أنك ترشيهم، تحاولي ترشيهم بشيء قليل من الريحة بحال هكا، وتبليهم مزيان وتخليهم يوم كامل. بعد ما غادي تقري عليهم صورة الواقعة 3 مرات، قرأ 3 مرات وصورة الرحمن مرة واحدة فقط، بعد ما بللتيهم بالريحة وانتي تقرأي صورة الواقعة 3 مرات وتقولي الدعاء: اللهم سخر لي رزقي أو زواج أو عمل أو
اي حاجه وسوره الرحمن، تحاولي انك في اخر سوره الرحمن تقولي اللهم اطرد عني التابعه اللي مقفل يا حالي، او مقفل يا سعدي، او مقفل يا الدراسه، او مقفل يا سفر، او مقفل يا اي حاجه عندك فيها توقف الحال. اذا سوره الرحمن مره واحده مع 3 مرات سوره الواقعه، ونحاول الناس اللي ما قارينش يحطوا بورتابل ويخليوه يقرا على المكون، وفي نفس الوقت تحاولي انك تبخري مده اسبوع وانت تتبخري. معاش غادي تبخري في هذا رمضان، غادي تبخري مع الفجر، مع الفجر او مع مورا العشاء، مورا العشاء او مورا التراويح، انك صلاه التراويح غادي تبداي تبخري مده اسبوع على نيه طرد التابعه في المال، طرد التابعه في الزواج، طرد تابعه البنت اللي معكسين ليها الامور، اي حاجه حطات فيها يديها ما تتنجحش معاها. الناس اللي عندهم توقيف الحال في الوصفات يحاولوا انهم ياخذوا صرغينه ويتبخوها ويعوموا بها بدون قراءه، من بعد ما يخرجوا من الدوش يقراوا سوره الرحمن مره واحده على الماء، ويحاولوا مع الفطار يبداو بها هي الاولى، يحاولوا يعطيو كاع الاسره ويرشوا بها البيت، غادي يحي التعسير وطردي التابعه اللي عندك تابعاك، اما في مالك واما في اولادك واما في صحتك واما في اي حاجه غادي تطردي التابعه. اذا الوصفه ديالي ديال اليوم هي بجوج مكونات، ولكن من اخطر المكونات اللي حطيناهم في القناه وجابوا نتيجه قويه مع الناس. اذا بلا قسم بلا حاجه، لان ما نبغيش نقسم، ولكن هي رائعه في طرد النواحس، وصفاتي كلهم ربانيين، ولكن ما كاينش الدعم من الناس. حاولوا تدعموا هذه القناه ان شاء الله، غادي ربي يسخر لكم جنود الارض والسماء يكونوا لكم عون ومعين في كل الامور، ولكن حاولوا انكم تبخروا بها ودعيوا معايا بالخير ان شاء الله. الا تبخرتوا في مقلات تجمعي البقايا ديال المحروقات ديالها وتلوحيها في مكان عاشب. الا كنتي درتي المجمر غادي تبخري مده اسبوع، ومن بعد هذاك الرماد غادي تجمعيه على نيه الطرد وتلوحيه في مكان، اي مكان تراب، اي مكان هذاك المحروق ديال هذاك الرماد غادي تحاولي انك تلوحيه في مكان بعيد عن المنزل. المهم ما يتخطاوش الاقدام، حاولي انه ما يتخطاوش الاقدام. تحرق هذاك الشيء اللي معاه، ولكن حاولوا الرماد ديالو تخرجوه الى مكان بعيد، اما تراب واما مكان عاشب واما اي مكان يكون بعيد عن المنزل. اذا الوصفة ديالي ديال اليوم هي لطرد التابعة وجلب الخيرات وجلب الأمنيات. إن شاء الله يكون عندكم أمنيات رائعة وأكثر من رائعة، غير أنكم ديروا الوصفات بيقين وعلى نيتكم ترزقون، وحاولوا أنكم دائما الكسمان في الأمور، وراغ يكون عندكم تسخير إن شاء الله. إذا أحبابي تنتمنى أنكم ديروها على نية، أي نية عندكم، وحاولوا أنكم دعموا القناة وتفعلوا الجرس وتأبوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.